خير والله يعطيكم العافية. في آية جميلة جدا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هاي الآية خلتني أتذكر لما أحد الأصدقاء على الفيسبوك كتب عن السنة الماضية إنه كان فيها كتير حزن وكآبة ومشاكل وكيف السنة الجاية حتصير ومكتئب الصديق هذا. فأنا فكرت بهاي الآية كتير وعدت أفكر إيش صار معي السنة الماضية وإيش صار مع الناس اللي حوالي. فنظرت إلى جارة عنا بدأت تغسل كلى السنة الماضية، تغسل 3 مرات في السنة، الله يشافيها ويعافيها. إلي صديق بتعالج من بالكيماوي من السرطان، الله برضو يشافيه ويعافيه. إلي ابن صديقة اكتشفوا أنه عنده سكري أطفال، الله يقويه ويساعده ويساعد أهله. إلي قريبة جدا من قلبي وحبيبة توفت من بعد ما كان معها زهايمر السنة الماضية. رحت على مخيم لاجئين السنة الماضية وشفت كيف هدول اللاجئين جالسين في خيم لا تقي ولا تثمن لا بالهواء ولا من الحر. شفت أطفال ملايين إشي يأكلوه. فنظرت إلى نفسي وبكل تفاؤل طلعت أنه كانت فعلا عندي سنة جيدة الحمد لله رب العالمين، بغض النظر عن المشاكل والصعاب اللي مريت فيها. وفي آية كبيرة بتحكي: وإن شكرتم لأزيدنكم. فلازم نحمد الله سبحانه وتعالى كل إشي، وبلاش يا جماعة أنه نحكي أنه والله السنة الماضية كيف كانت سيئة، بالعكس ننظر إلى الشغلات الإيجابية اللي كانت موجودة. وإن شاء الله رب العالمين ما يضل عنا في قلبنا جحود، وبالعكس نحمد الله على كل شيء على القليل حتى، وربنا إن شاء الله راح يزيد هذا الخير. وذكروا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن وأحسن، وربنا يزيد من خير ونعيمه علينا وعليكم.